الأرقام 70,000 لتر. هذه الطريق ديال دوار الحفرة. شوف يعني كيكون دايما يكون صغير. غنوريكم شجرة البنات. غابة في دوار الحفرة. أنا أول مرة في حياتي غادي نطلع لشي صومعة ديال شي مسجد. ودرك رانا كنتواجدو بدوار الحفرة بالشويحية. كنا فايتين وحنا نتلقاو هاد الشجر ديال الأرقان. أول مرة غادي نشوف الشجرة ديال الأرقان. وهاد الشجرة هادي راه تبارك الله قديم، عندها شي 100 سنة ولا. شوف ها هو الأرقان كي داير، شتو عاد باقي خضر، قالك ما واجدش. ها هو هذا هو الأرقان. كاين هاد الشجرة وكاين عاوتاني هنا واحد الشجرة، والفوق الشجر نتاع الأرقان. ونقلع واحد الحبة باش نوريها لكم ونديها معايا. شحال قلت لنا يدير الزيت الليتر؟ 40,000 فرنك الليتر. راه ميبانو في الفيديو. هذوك الشجر اللي الفوق راه كاع الشجر ديال الأرقان. وسبحان الله قال لك صدق في هاد المنطقة ديال الشويحية، وراه كيزيدو يديرو الشجر من يزيدو يزرعو الشجر ديال الأرقان. كاين الببوش هنا بزاف، اللي رقت الببوش موجودة. شوف شحال ها هو، تجي مثلا غير هاد البلاص غادي تقلع شحال هنا تاع الببوش عامرة هادي. ايوا غير هادي شحال فيها، وتزيد هادو يعني اللي رقت الببوش يجي هنايا. ها هي هذيك الشجرة ديال الأرقان هذه. انا لا كروما كنشوفهاش في النهار، ملي راني كنصور لكم درك ما كيبان لي والو في لا كروما، واحد الجو راه بشكل. شوف الطبيعه من هنا خضراء تبارك الله، الحمد لله على الشتاء اللي فاتت. بعدا كان ماشي ديك الشتاء، ودرك نجيو هنايا نتلاقاو هاد البلاصه قاحله. ولكن الشجر ديال الأرقان قال لك يصبر يصبر للعطاش والجفاف، داكشي علاش بقى صادق هنا. الشجرة هي ها تشوفو كي دايرة هادي فين راح نشوف ندور عليها هنا في لاكرون، والله ماني نشوف. ايه هادي هادي قاع هاد الشجر اللي هنايا نتاع أرقان تبارك الله. عندهم تا هما الجمعية تاع الماء، ماشي هاديك اللي كنا فيها ديال لا هاديك الجمعية ديال الكبرى. ايه كل يعني ايه هاديك اللي لتحت فين كاين، يعني كل دوار عندو الجمعية ديالو. واحد المعلومة، الزيت ماشي 40,000 لتر. الزيت راه قالنا دروك 70,000 لتر، يعني راه حتى هي غلات 70,000 لتر. تخيلوا معايا يطرو نتا الزيت تاع أرقان ب 700 درهم. هنا باش تعرف بالقيمة ديال الشجرة ديال الأرقان. شوفوا تبارك الله العنزي ما شاء الله، راهم ناعسين. هذا راه يشوف فيا ما عجبوش الحال. تبارك الله ما شاء الله، عجبوني انا عجبني هذا. كس 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 كس. شوف ماشي دور هنا، هذا غير صغير. دور منا زيد دور. ها اش كيدير راسو؟ فوالا هو العنزي فين راه ناعس. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا شحال زينين. هذه راه عندها ولده، باينة ولدها هذاك الحق. شوف تابعها ما شاء الله، داير بحال الغزال. هذا درك راه يطلع في الشجرة، ديك الشجرة قاعد الشجرة اللي كتشوفو هنا راه يقدر يطلع فيه. شوفوا ما شاء الله هذاك الصغيرة شحال زينة. تبارك الله تبارك الله، هذا عنده البوكلة. شوف يا ما يخافش هذا. تبارك الله، شوفوا شوفوا هنايا، شوفوا هذيك يا هودي هنا لتحت. تبارك الله. ندير سيلفي مع العنزي. تبارك الله، الله يصلح والله يسخر فيهم. عجبني انا غير هذا مول البوكله هذا. ما كيخاف ما والو.
في اللهم هما كاين الهدوء في هاد الدوار. شوفوا هاد السقف هذا غير فيها القصبة والخشب. هو من بعد ما كنا نصوروا عند مولا العنزي كرمنا وجبنا جبتنا كاع الشلال كاع جبتنا كاع الشلال زومون ستيام شوار عمي الله يخلف نقول لهم مشيت لدوار الحفرة وكرمنا السي سمية العياشي السي العياشي الله يعطيك الخير بصحتك الله يحفظك الله يلا هذا هو غارقا نديركتو واه شحال راه يدير لي طرو قلت لي 70000 قالوا لي ولا 70000 كان سحب الجمعية عندي واه قال لي والله الا 70000 تبارك الله تبارك الله سبحان الله كون هاد العين صورت لكم عنده واحد العين بحال بيضاء ولا زرقاء واحد العين كحله اي والله يعاون بسلامه هذاك راه تبع الظل تما البروده مع تما الماء هو دائما في دوار الحفره من بعد ما كنا في ديك الجهه الفوق عند داك السيد اللي كرمنا تبارك الله الله يكثر خيره عاوتاني هودنا هنايا كاين شي ديور اخرين عاوتاني هنايا ايوا ملي جينا هنا هاد مول الدار قال لك والو تنال قال لك تدخلوا عندي حتى انا مرحبا بكم قلنا له شربنا قال لك لا والو واخا شربتوا غير روحوا جلسوا معنا ندخلوا عنده الله يكثر خير والله يخلف عليه الناس شويحيه والله لا شكرا شكرا جزيلا لكم على الضيافه هاد البلاصه فيها العوين هنا خيرات وهذا الطيور سي هنديني ايه ما تشكيوش دينا اللبن العنزي أو الزبدة زبدة بلدية تاع العنز دايرين هنايا واحد الصريج رائع ما شاء الله الطبيعة هنايا جميلة جدا واحد المنظر هنايا هادي الدالية العنب هو العنب كيكون داير ملي يكون صغير شوف شتو العنب كيكون داير ملي يكون صغير ايوا كيما كرمونا الناس في هاد الدار هادي الله يكرمهم الله يعطيهم الخير البنان حقا نوريكم شجرة تاع البنان صبري الشجرة ديال البنان ها هي شوفوا لاميا عمرك شتي شجرة تاع البنان ها هي روحي تشوفي ها هو شتو وشتا ايه الكونتاكت هادي الطريق ديال دوار الحفره رانا غير هاودين هاودين الحفره هي حدوره وليدي كاس اليماني 49 المهم اخوتي واحد الحراره هنايا شوفوا راه يبان داك القدرون كي يقولوا له داك اللي يبان في القدرون السراب ولا ما عرفتش كي يقولوا له ندوروا على اليمين اليماني نعرف حتى كان مكتوب فيها برنس هذيك كنتلاقى معها بزاف هذيك البلاكه هذه محميه يعني ما تسيديش هنايا كتكون محميه عرفتي واحد الظل دروك يكون هنايا واحد البروده الصنوبر اشجار الصنوبر غابه في دوار الحفره جايه قروج لا هذه ماشي دوار قبيله هذه بحال قبيله عائلة كبيرة تبارك الله ريحة الصنوبر كتعطي من هنا الأجواء جميلة جدا تعليق يبان لي كتعلق على الفيديو ديالي يا شوف اليماني المبتكر المبتجب ديالنا المبتكر المبتكر فوالا رانا ريدنا في ديك الغابة الصغيرة هو واحد الفكرة واحد العوين هنايا ما شاء الله والأصوات ديال زقزقة العصافير تبارك الله واحد البروده هنا صافي ما نهوتش لتحت حيت لتحت واحد الحمان راه والله هنا بزاف هاد النهار السما بحال اللي مغيمه ومشمشه وكلشي مخلط الهنديه مسكينه حتى هي هنايا كلات الدق
هو القاعدة تحت هذا الشجر والعوين. نتاع قبيله. دوار الحفرة بالشويحية. على هذا المسجد هذا كاين في دوار الحفرة الشويحية في طور البناء، وراه مازال ما يكمل، يعني راهم عاد خدامين فيه. الصومعة ديالو راه عنده الصومعة، غادي نطلعوا الفوق نشوفوا الصومعة. سي يوسف نمشيو الفوق على بركة الله نشوفوا دوار. واه نوليو نشوف الفوق نصوروا الصومعة ونشوفوا دوار الحفرة كيبان من الفوق. دروك دخلنا المسجد انا والسي يوسف، فين غادي فرنا متواجدين دروك دوار الحفرة، وبالضبط داخل مسجد الحفرة اللي راه عاد كيتبنى، وغادي نطلعوا هذا النهار للصومعة. وغتكون اول تجربة لينا بزاف. ثاني اول مرة غادي نطلع شي صومعة ديال شي مسجد، هي ماشي شي صومعة كبيرة، ولكن غادي نطلعوا نكتشفوا ونشوفوا كاع المنطقة من الصومعة. انا اول مرة في حياتي غادي نطلع لشي صومعة ديال شي مسجد. وكانت اول طلعة في دوار الحفرة بالجماعة الشويحية. هذا السطح، هذا غير السطح خوتي، مازال عاد ما نطلعوا للصومعة. هي ماشي كبيرة بزاف، وانما بعد صومعة ها هو دوار الحفرة. حتى نطلع الفوق ونصور لكم دوار الحفرة من الصومعة. هاي الصومعة قضية. ديك البلاصة اللي فيها الظلمة راه غادي يكون هنا الكرياج. واه عندكم هنا واحد السلك تقعد تنعطرو فيه. حكيها تماك. يعني ما يفوت غير اللي رقيق هنا. لا الله يحمي الوالدين. مزيان. وهالسير يا مانيرو. يعني غير انا وياك اللي نفوتو. شد الكاميرا. شد الكاميرا. شوفوا بعدا هكا 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 التليفون. انا والسي جوهري. السي الجوهري يوسف. هذه مدرسة، مدرسة الحفرة. هذا المسجد القديم، هنا كان هنا المسجد، او ما عاد عنده دوك. منظر رائع. تاع الرمان هذا. تبارك الله تبارك الله. صافي هذا هو دوار الحفرة. قاسمي. عائلة قاسمي. فين كاين هذيك الشجرة اللي هي تاخذ البلان زين تما واحدة. شجرة واعرة. قاسميات. ودار شفاه قديمة. دار قروج. ودار طويل. دار ميمون. ولاد ميمون. ذكره الله. وتسمى بدوار الحفرة لأنه داير به الجبال، وهو جاي على شكل حفرة. الله يرضى عليك السي يوسف على هذه المعلومة. الحدود محجوبة، المدرسة محجوبة. مدرسة محجوبة فين راها؟ أعطيني الكاميرا نصور شي تصاور من هنا. هذه هي الطريق اللي جينا بها باش جينا لدوار الحفرة. شفتوا؟ كاين شي ديور لهيه الفوق، كاين واحد الصندج تاع الماء وثاني لهيه هذا الفوق. وي كاين هنايا الجنان تاع رمان، هذا اللي هنايا داك الجنان تاع رمان. الاستاذ اللي معاك يقول لك رمان. الله يرضى عليك. كاينه هاد الطريق هنايا لابيست، هادي اللي كدير هادوك الديور اللي لهيه. عاوتاني القدرون راه حدو هنايا، القدرون حدو هنايا. المهم غادي نضرب لكم شي تصاور دروك بلا باراي باش نديروها في المينياتور. يلا الى هنا اخوتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال الجوله ديال دوار الحفره. المهم نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الناس دوار الحفره، الناس دوار الشويحيه يشوفوا المنطقه، وسيرتو ناس الجاليه عاوتاني اللي توحشوا البلاد وبغاو يشوفوا هذه الجهه بارطاجيو معهم الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، ما تنساوش ديروا لايك، تخليونا دي كومونتير تشجيع. شكرا لكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله.